لقب او انه كيف سلطان بن بتله بعد جائزه الملك عبد العزيز للشعر او فارس القصيده؟ والله شوف والله اني انا على المستوى الشخصي نفس الشخص، لكن على المستوى الشعري يصير مطلوب منك اكثر، الناس ما عاد تقبل منك اي شيء. ممتاز. عرفت؟ فمسؤوليه يعني الالقاب هذه، يمكن ابو فهد عبد الله عارف الشغله ذي، انها تصير تحملك اكبر من يعني ابياتك او شعرك اللي قبل، ما هو تقليلا في السابق لكن الان صار اكثر تركيز لانه محسوب عليك كل شيء. طيب انا نشوف ان احنا مثلا نتشفق مثلا على الجديد ابو بركان، اشوف انه مو مقل يعني القديم كان جديد وجديدك بعد كفو نفس قديمك، بس الله يطول عمرك. هل بعض الاحيان انك تكون حذر حتى في بعض الابيات اللي تنزلها ان هذه لا بخليها بعدين؟ هذه بعض الابيات تكون لها 3D انا اسميها، لها اكثر من معنى وتأول، فابتعد والله عن الجانب هذا يعني من جميع النواحي، لا من ناحيه قبليه ولا من ناحيه سياسيه ولا ما ودنا يعني يتأول، ولا بعض الابيات والله حتى انها ما تنفوت لكنك تضحي عشان ما تزعل الناس. طيب انت وصلتني كذا لسؤال انا توني اتذكره الحين. سؤال جاك في منشن في بيتين لك وكاتب لك انا متابع لك جيدا يا ابو ركان، احد المتذوقين شعرا كاتب سلطان بن بتله من الشعراء اللي يكتبون قصيدهم بمصداقيه، انت ردت عليه رد دبلوماسي رحبت به وقلت ما هو بدايم لنا في الخيال، او انه بعض الاحيان يكون في الخيال، هل انت ترميها على ظهر الخيال انك تبي تفتك؟ لا شوف، لو قلت كل شيء دبلوماسي، لو قلت كل شيء صدق ما عاد قبل تحت هاجرت، لكن في خيال وفيها صدق، ولا تعطيهم العلم الاكيد عشان ما يركزون معك، لكن ان الشعر بيصير كله صدق يا اخي، الرسام يرسم بحر وهو جالس في استراحه، عرفت؟ سلام. يعني انت مثلا في جانب هو عمل فني يتخلل خيال ويتخلل احيانا صدق، والظاهر ان اقرب مثال للصدق عبد العزيز اكثر مني، لان قصايد الزعل ما تطلع الا من صدق يعني، ف قصايد الموقف بشكل عام. بنرجع له ابو فالح، لكن بما ان اعطيتنا بيتين ابو ركان، الشعار اللي مالين تويتر شعار البيتين هل يطلق